بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أعزائي طلاب الصف العاشر، أرحب بكم جميعا في منصة مدرسة التميز النموذجية للتعليم عن بعد. أعزائي الطلاب، اليوم بإذن الله تعالى معنا درس النمو التجاري والاقتصادي لدولة الكويت، الدرس الثامن لهذا العام. درس اليوم بالكتاب المدرسي أعزائي الطلاب صفحة 78، النمو التجاري والاقتصادي للكويت تحت حكم آل صباح. أولا أعزائي الطلاب، حرص حكام الكويت على اتخاذ قرارات ذات أبعاد اقتصادية. ما هذه القرارات التي كان من شأنها النمو الاقتصادي والتجاري لدولة الكويت؟ نبدأ أعزائي الطلاب في هذه القرارات. ساعدت هذه العوامل أيضا على النمو التجاري والاقتصادي للكويت. أولا قلة الضرائب على البضائع القادمة للكويت والتي تسمى أعزائي الطلاب الجمارك، والبضائع هي الواردات، والبضائع هي الواردات التي تشتريها دولنا من الخارج، أما الصادرات هي البضائع والمنتجات التي تبيعها دولنا في الخارج. فحرص حكام دولة الكويت على فرض ضرائب قليلة على الواردات القادمة للكويت، وهذا من شأنه يساعد على النمو التجاري والاقتصادي لدولة الكويت. ضريبة أعزائي الطلاب على الواردات كما تحدثنا تسمى الجمارك، وهي التي تفرض على أي شيء يستورد من الخارج إلى الداخل. لماذا؟ حتى لا ينافس المنتجات المحلية، بمعنى الواردات القادمة من الخارج تنافس المنتج المحلي ويكون الإقبال عليها أكثر في الشراء، وبذلك ينافس المنتج المحلي. فحرص الحكام على أن تكون الضرائب قليلة على مثل هذه البضائع والتي لا توجد بالكويت. الضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات والشركات بهدف تمويل نفقات الدولة. إذن ما يعنينا أعزائي الطلاب القرار الأول، وهو قلة الضرائب على البضائع القادمة للكويت. ثانيا أعزائي الطلاب، لاحظوا من خلال الصور أن حكومة دولة الكويت وحكام دولة الكويت شجعوا على بناء سفن الغوص، وهذا من شأنه تنمو به التجارة البحرية وتأمين طرق التجارة المارة عبر أراضي الكويت، وبذلك تجذب المهاجرين وتجذب التجار للمجيء إلى دولة الكويت. وبذلك أصبحت الكويت سوق لسكان البادية ووسط نجد، أنهم شجعوا على بناء سفن الغوص. تأمين طرق التجارة جعل الكويت سوق لسكان البادية ووسط نجد، وهذا هو القرار الثاني أعزائي الطلاب. ننتقل إلى القرار الثالث لحكام دولة الكويت، والذي من شأنه يساعد على النمو التجاري والاقتصادي للكويت، اجتذاب الوكالات التجارية التابعة للشركات الأوروبية العاملة في الخليج العربي. هذا القرار هام جدا، ومن شأنه أيضا أن يساعد على النمو التجاري في دولة الكويت. انتقلت الوكالة البريطانية على إثر ذلك أعزائي الطلاب من البصرة للكويت مرتين. المرة الأولى كانت في عام 1793، والمرة الثانية كانت في عام 1821 ميلادية. وبذلك أصبحت الكويت سوق لسكان البادية ونجد، وكذلك مكانا للوكالات آمنا للوكالات التجارية التابعة للشركات الأوروبية العاملة في الخليج العربي. وبالنسبة للأعوام أعزائي الطلاب التي انتقلت فيها
الوكالة البريطانية من البصرة للكويت مرتين، المرة الأولى عام 1793 والمرة الثانية عام 1821. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب للعامل الرابع، أن تجار دولة الكويت لعبوا دورا هاما وهو دور الوسيط التجاري، مما ساعد على بناء علاقات تجارية بين الكويت ومناطق دول الجوار. هذا من شأنه أيضا أن يساعد على النمو التجاري والاقتصادي في دولة الكويت، وهذا هو دور التجار في هذا البند. 5. أعزائي الطلاب، بناء على العوامل السابقة تعززت نزعة الاستقلال لدى حكام دولة الكويت، بمعنى حرص حكام دولة الكويت على الاستقلالية وعدم التبعية لأي دولة، مستندين إلى الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في دولة الكويت، فضلا عما عرف عن أهل الكويت من سماحة وصدق وأمانة. أيضا هذه العوامل أعزائي الطلاب ساعدت على النمو التجاري والاقتصادي لدولة الكويت، وهي الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. كذلك نزعت الاستقلال لدى حكام دولة الكويت، وفضلا عما عرف عن أهل الكويت من السماحة والصدق والأمانة، وهذه نقاط هامة جدا للنمو التجاري والاقتصادي أيضا، وساعد ذلك على بروز كيانها واستقبالها للمزيد من الهجرات والسكان. نشاهد أعزائي الطلاب فيديو قصير عن سنة الطبعة عام 1871 في دولة الكويت، وتعتبر من التضحيات التي قدمها تجار الكويت في سبيل تطوير الكويت. نشاهد معا. الترك احتاجوا القرض من الكويت في زمن ابراهيم، يوسف ابراهيم، احتاجوا القرض بالله 3000 ليرة، واكتبوا لمحمد الصباح يبون القرض 3000 ليرة. نعم، في ذاك الوقت في ذاك السنة نعم خشب أهل الكويت في سنة الطبعة، سنة 1288، سنة الطبعة 1871، أهل الكويت منضرين. قال محمد الصباح لابن إبراهيم يبون من الترك، طالبين من قرض 3000 ليرة. قال ابن إبراهيم ما يخالف، انا اروح ليوسف البدر واتكلم مع يوسف البدر، وهذه نرجعها احنا على اهل الكويت. من يقول يوسف ابراهيم؟ يوسف ابراهيم اراد اللجا الى يوسف البدر، اخبره بالمساله، قال له يا يوسف الترك طالبين من نقل 3000 ليره، ذهب، ذهب، نبي من لك بعض والبقية، ومن نحن بعض والبقية نمر على جماعة أهل الكويت. قال يوسف البدر، قال يا يوسف بن إبراهيم، أهل الكويت السنة مضرين وخشبهم طبعانة ولا عندهم شيء، ما يحتاج يعني نحط عليهم هالشيء هذا معلوم، ولكن ألف ليرة علي أنا يا يوسف البدر، وألف ليرة عليك أنت يا يوسف بن إبراهيم، وألف ليرة على محمد الصباح. سمعنا في هذه الحلقة. لأن الكويت مضرين. سنة الطبعة خبرك. سنة 1288. اكتفي بهذا القدر من الفيديو أعزائي الطلاب. ملخص هذا الفيديو أن من دولة الكويت تجار قدموا تضحيات من أجل النمو التجاري والاقتصادي لدولة الكويت. معنا نشاط صفحة 78 بالكتاب المدرسي أعزائي الطلاب، فرق بين أساليب التجارة قديما وحديثا. أساليب التجارة قديما أعزائي الطلاب كانت تعتمد على المقايضة، وهي تبادل السلع، تبادل سلعة بسلعة أخرى. أما أساليب التجارة حديثا فتطورت بشكل كبير، مثل التجارة الإلكترونية، وهذا هو الفرق بين أساليب التجارة قديما وأساليب التجارة حديثا. معنا أيضا نشاط أعزائي الطلاب، اكتب حقيقة واحدة استنتجتها من المقارنة، وهي التي أجبنا عليها الآن.
أن التجارة حاليا أسهل وأكثر ربحا. ما العلاقة بين الاستقرار الأمني والازدهار التجاري أعزائي الطلاب؟ العلاقة تعتبر طردية، تزدهر التجارة في ظل الاستقرار الأمني. كلما كانت الدولة أو الإمارة في استقرار وأمن، ساعد ذلك على ازدهار التجارة ونمو الاقتصادي لها. العوامل التي ساعدت على نمو وازدهار الكويت تحت حكم آل صباح أعزائي الطلاب. إذن انتهينا الآن من القرارات التي اتخذها حكام دولة الكويت من أجل النمو التجاري والاقتصادي للكويت. هناك عوامل أخرى ساعدت على نمو وازدهار الكويت تحت حكم آل صباح، نوضحها فيما يلي. واحد، أعزائي الطلاب، موقع الكويت الاستراتيجي. نلاحظ من خلال الخريطة أعزائي الطلاب، دولة الكويت تقع في الطرف الشمال الغربي للخليج العربي، وكذلك بالنسبة لشبه الجزيرة العربية تقع في الجزء الشمالي الشرقي وتطل على مسطح مائي هام وهو الخليج العربي. فهذا الموقع أتاح لها الازدهار التجاري والاقتصادي أعزائي الطلاب. ثانيا، طبيعة نظام الحكم في دولة الكويت المعتمد على العدل والشورى والأمن، وهو أمر مهم بالنسبة لنهضة الاقتصاد وتطور البلاد. إذن العوامل التي ساعدت على نمو دولة الكويت التجاري والاقتصادي: طبيعة نظام الحكم، كذلك موقع دولة الكويت الاستراتيجي. ثالثا، وجود علاقات متوازنة مع القوى المجاورة، حيث كانت سياسة دولة الكويت أعزائي الطلاب كانت بعيدة عن العنف الذي كان سائدا في بعض المناطق في شبه الجزيرة العربية، وحرصت دولة الكويت أن تكون بمنأى عن ذلك الصراع وهذه الخلافات مع القبائل الأخرى، وأن تكون علاقاتها متوازنة مع القوى المجاورة. أربعة، تسهيل تجارة المسابلة لتجار البادية، مما جعل الكويت هي المقر الرئيسي للبضائع داخل الجزيرة العربية. وسنوضح أعزائي الطلاب تجارة المسابلة بعد قليل. خمسة، النظام الاقتصادي الدقيق، بمعنى تنظيم العمل وتنظيم العمل في التجارة وتوزيع المهام ما بين الغوص ونقل التمور وتجارة البادية والأمانة التي يتحلى بها التجار والعاملون معهم. لاحظوا أعزائي الطلاب من خلال الصور تنظيم العمل ما بين الغوص على اللؤلؤ وصناعة السفن وكذلك نقل التمور وغيرها من المهام التي وكل بها التجار. تأسيس الكويت على أساس التجانس والاندماج والتكامل المدني. معنى نشاط أعزائي الطلاب، ما المقصود بنظام الحكم القائم على الشورى؟ طبعا الشورى أخذ آراء أهل الخبرة والمعرفة في شتى المجالات. اكتب تقريرا لا يقل عن 5 أسطر عن تجارة المسابلة. ما معنى تجارة المسابلة أعزائي الطلاب؟ نوضحها فيما يلي. تعتبر من أنواع التجارة قديما وتعتمد على المقايضة، وعمل بها سكان بادية الكويت وبادية الدول المناطق المجاورة قديما، حيث يبيع سكان البادية بضائعهم من الخيام والأصواف والألبان واللحوم في سبيل قضاء حاجتهم. هذا هو معنى تجارة المسابلة أعزائي الطلاب. وبهذا النشاط نكون قد انتهينا من درس اليوم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونلتقي بكم في درس قادم بإذن الله تعالى مع الدرس 9. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.